السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الدرس الرابع من سلسلة دروس تعليم الطرز الرباطي. غادي نخدمو فيه هاد الوريقات اللي هما ساهلين خاصين المبتدئات، غادي نخدموهم بواحد الشكل اللي هو بحال تشناف. هذا الدرس الثالث كما شفتوا معايا، هاد التشناف هذا هو باش غادي نخدمو هاد الوريقات هادو. لاحظوا معايا، غادي نخدمو هنايا على شكل تشناف، فقط في الراس غادي نديرو هاد الراس ديالها رقيق، وهنايا تشنيف معاكس نفس الشيء، الراس ديالو غادي يكون رقيق هنايا. هنايا الفوق غادي نبدا بعراض صغير، غادي نبقى غدا وانا كنفتح عراض. هنايا غادي نجمع العراض كما لاحظتوا معايا، هذا بحال تشناف غير هنا في الراس ديالها كتكون رقيق. غادي نخدم هذه اللي جايه لتحت، عاد بعد غادي ندور المرمى باش نخدم هذه وهذه. لاحظوا معايا، غادي نفتح العراض شويه، هنا غادي نبقى نجمعو. لاحظوا معايا هنايا غادي يكون العراض صغير، غنبقى غادا وكنفتحو بشويه. وغادي نجي لهنا، لاحظوا معايا غندور المرمى. اذا هما هاد الورقه هادي كنخدمها بشكل عمودي قدامي، كنخدم بشكل عمودي. غادي نفتح العراض هنايا، غادي نبقى غاديه وكنجمعو، غادي نخليه مجموع وغنبقى غاديه وكنفتحو. غادي نخدم هادي اللي لتحت، دائما ملي كنجي نفتح العراض اولا كنجي نجمعو دائما كنفتحو بشكل تدريجي وكنجمعو بشكل تدريجي، يعني ما كنفتحش العراض في دقه ولا نجمعو في دقه، دائما كنفتحو بشكل تدريجي وكنجمعو بشكل تدريجي. لاحظوا معايا، دابا انا كنفتح العراض وانا كنحرك المرمى بشويه، هذا هو العرض اللي بغيت. دابا غنبقى نجمع العراض، دابا غادي يكون عندي العراض مجموع، غادي نبقى غاديه وانا كنحل العراض. هنا في الوسط غادي ندير حل سد، حل سد هذه كنا خدمناها في الشكل في الدرس، عفوا في الدرس الثاني. هاد حل سد اللي درنا هنايا كتجي بحال دائره صغيره، غنديروها في الوسط. بنفس الطريقه غنزيد نكمل هذا، نفتح العراض بشكل تدريجي. دابا غنبقى نجمع العراض، دابا العراض غيكون عندي مجموع ديجا، غنبقى هو هذا وانا كنفتح العراض. ملي كنوصل للمنتصف ديالها هنا كيكون عندي العرض كامل اللي خاصني ندير فيها. هنا غنبقى غاديه وكنجمع العراض، غادي نخدم هذه اللي لتحت. غادي ندور وغادي نخدم جوج مقابلين.
قلت في الاول كندير على شكل تشنيف، وفي الراس ديالها كنديرها مقنته، يعني كنجمع العراق. هادو هما اسهل وريقات ممكن الوحده تخدمهم، يعني ضروري ما كنبداو بالاسهل عاد كنبقاو غاديين وحنا كنمشيو للحاجه اللي صعيبه. غادي نكمل معكم غير هذه، كنظن ان الدرس راه واضح.